أمير، أنت حكيت لي إنك تعرفت على أمها لفريحة، مزبوط؟ إيه تعرفت عليها. أمي شو القصة على طول عم تحكي عن فريحة؟ صاير شي بيناتكم؟ شكلك خايفة منها. ليش مبين خايفة؟ أنت عم تفكري بموضوع الزواج. بعترف إنه كان قرار مستعجل، بس صدقيني ماما ما في شي بيخوف. لسه لهلا ما جاوبتني، وإمتى رح تجاوبني ما بعرف يا أمي. وإنت يعني واثق كتير من مشاعرك ومن حالك ومنها لهالدرجة؟ يعني إذا قالت لك هي إنه موافقة رح تتزوجها فورا؟ أنا ماني متأكد من شي. الشي الوحيد اللي متأكد منه إني ما عم فكر بحدا غيرها. برأيي لازم تفكر. العشق هو الستارة الحلوة يلي نحنا بإيدنا منحطها قدام عيوننا، وبتخبي الحقيقة، وكمان بتخبي شغلات مو حلوة أبدا. أمير، العشق بيجي وبروح، والحقيقة هي حتى إذا شفناه بعيوننا أو حتى ما شفنا، الحقيقة بتبقى بمكانها وما بتزيح. ماما أسئلتك جاوبتك عليها، وهلأ أنت عم تدفعيني تمن هالشي، ومفكرة أني ما رح كون مع مبسوط. تعرفي ماما، ما بيهمني يكون مبسوط، أنا بدي يكون معها هي. بس لا تنسى أنا أمك، وبيهمني كتير إنك تكون مبسوط. ماشي، إذا هيك ارتاحي، لأنه ما في شي بالكون كله بيخليني تعيز غير بعدي عن فريحة. بظن إنه لازم ترد على موبايلك هلأ أمير. رح أجي مرة تانية.